التعليم العالي الدكتور أشرف الشيح، زملائنا في موقع صدى البلد أحمد صبري وصفاء نوار كانوا عاملين ندوة لزملائنا في موقع صدى البلد، كان معهم وزير التعليم العالي النهاردة، وكان صدى البلد قد اكتشف أنه في جناح مهجور من غرفة عمليات مرفق فيها 4 غرف جاهزة بالكامل من الإمكانيات، كانت عايزة إعادة تأهيل في القصر العيني ومغلقة منذ 15 عاما. عندنا فلوس مهدرة، احنا بلد عظيمة، الحاجات دي بقالها 15 سنة مقفول عليها ومحدش بيستخدمها. فالوزير النهاردة استجابة لصدى البلد، وانا كنت بكلم سيادة الوزير قبل ما ادخل على الهواء، وخد قرار بفتح تحقيق في غرفة العمليات والمغلقة بمستشفى قصر العين الفرنساوي، واللي تم اكتشافها خلال التحقيق اللي أجروه زملائنا في صدى البلد، وأجرى تحقيق عاجل في هذا الأمر وكيف تم إغلاق، لأنه ده يعتبر إهدار مال عام. فاصل والضيفين الكريمين.